ماذا سوف نخسر لو بقينا على ما لقنا إياه صغيرة، على هذه العقائد التي ورثناها من أهلنا؟ إيه اللي هنخسره؟ على الأقل ما نبقاش تحت تهديد العذاب الأليم اللي متوعد به في كثير من الأديان وفي كثير من العقائد للأشخاص الذين يتركون هذا الدين. يعني إحنا هنخسر إيه لو فضلنا على هذا الدين؟ ده سؤال بتسأله كتير جدا. نضرب مثل بالإسلام أو حتى المسيحية أيضا، يعني هما شبه بعض جدا، يعني الإسلام والمسيحية شبه بعض، في فروق ما بينهم بس مش فروق جوهرية، في حاجات مشتركة بين الإسلام والمسيحية كتير جدا جدا، وهي حاجات الأساسية. فكرة أصلا الإله الواحد دي فكرة يهودية إسلامية مسيحية، إن الإله الواحد ده عنده طلبات، فكرة إسلامية يهودية مسيحية، إن هذا الإله يكون عنده عقاب، فكرة مشتركة ما بين الإسلام والمسيحية وحتى اليهودية، لكن تفرق شوية في التفاصيل، اليهودية بعيد شوية عن الإسلام والمسيحية، لكن الإسلام والمسيحية عندهم برضو جهنم، عندهم جهنم متوعب بها العصاة، نفس الفكرة. قصة الخلق موجودة هي نفس القصة في اليهودية وفي المسيحية وفي الإسلام، وآدم والثمر المحرمة نفس القصة، الخطيئة المغفرة، بيشتركوا في حاجات كتير يعني جدا مع بعض. حتى في التشريعات، التشريعات أصلاً إسلامية كلها يهودية، اتخذ من الشريعة اليهودية، محمد ناقشها في المدينة، ما فيش فرق كبير يعني ما بين الدينين. هم طبعاً شايفين في فرق لأنهم مركزين على الحاجات الفرعية، بالنسبة لهم الحاجات الأساسية اللي متفقين فيها مسلمات، ومضخمين بقى الخلافات الفرعية، وده موجود حتى ما بين السنة والشيعة. يعني السنة شايفين إن الشيعة على دين تاني غير دين الإسلام، وشيعة كمان، لكن انتوا قريبين جدا من بعض من وجهة نظرنا احنا كملحدين، انتوا كشيعة قريبين جدا من السنة، بتشتركوا في كل حاجة تقريبا، الخلافات اللي انتوا شايفينها عظيمة ما بينكم دي احنا شايفينها تافهة، كمان الخلافات ما بين المسيحية والإسلام تافهة في الحقيقة. وديت كمان مرتبطة بموضوع الحلقة، اللي هنخسره لو فضلنا على هذه العقائد. يعني الأول خلينا نعترف ان احنا اصلا ببساطة ورثنا العقائد دي، واحنا ورثنا العقائد دي. يعني انا دلوقتي هسأل اي حد من اخواننا المسلمين اللي سامعني، اقول له انت متى اعتنقت الإسلام، انت متى اعتنقت المسيحية، هيقول لك انا مولود مسيحي او مولود مسلم. على الأغلب انت يا صديقي اللي بتسمعنا المؤمن دلوقتي، انت مولود على الدين الذي انت عليه الان. انا مش هخسر حاجه، لا هتخسر من وجهه نظر. هتخسر ايه بقى؟ هتخسر حاجات كتير جدا كفرد، والمجتمع ايضا هيخسر حاجات كتير جدا. انت هتخسر في البدايه على الاغلب مساله محبه جميع البشر وتقبل جميع الناس، ان انت تحب الناس كلها بغير قيد وشرط. لو خدنا المسيحيه والاسلام مثلا، هما مقسمين الناس الى ناس تابع الرب وتابع الله وناس ضده. التقسيم ده موجود بين واضح جدا في المسيحيه وفي الاسلام. انت تابع مين؟ انت تابع ربنا ولا تابع ولا مش تابعه؟ تفرق في المعامله، تفرق في كل حاجه بالمناسبه. لو انت تابع الرب انت حاجه تانية. فدي اول حاجه هنخسر، ان احنا هنضطر ان احنا نفرق ما بين البشر، ودي حاجه سيئه جدا، حاجه سيئه جدا. لا ينبغي ابدا ان يتم التفرقه بين البشر على اي اساس، لا دين ولا لون ولا عرق ولا حط خطوط كتيره تحت كلمه لا دين، لان دي من الحاجات اللي سببت فعلا ان البشر يؤذوا بعض جامد. يعني هتخسر برضو الوقت بتاعك، هتخسر من وقتك كتير لهذا الدين، بيطلب منك ان انت تصرف كتير من وقتك عليه، من تفكيرك ذهنك. فمش شرط الحاجات اللي بيطلبها منك تكون افعال بس، كمان افعال وذهن، بيشغل ذهنك، فهو محتل مكان كبير في ذهنك اصلا، قاعد مربع في مكان كبير في ذهنك، بيطلب منك ان انت تفكر فيه وفي عظمته، شوفه كرمه وشوفه حلمه وشوفه رحمته وشوفه مش عارف ايه، وبيطلب منك كمان افعال كمان معينه بالاضافه ان انت تنشغل بيه ذهنيا. لو بيطلب منك افعال كمان، تعمل له حاجات معينه، مثلا الصلاه مثلا موجوده في اليهوديه، في الاسلام، في المسيحيه. الصلاة دي مش ببلاش، الصلاة دي بتاخد بوقتك، الوقت اللي انت ممكن تصلي فيه ده ممكن تعمل فيه اي حاجة تانية مفيدة، لان الصلاة مش هتفيدك في حاجة، خلي بالك. يعني الناس تقول لك الصلاة بتريحني والصلاة بالحاجات دي والكلام ده كله ما يأكلش عيش، دي ادعاءات. خلينا نتكلم بصراحة، الصلاة بتأذي نفسيا اكتر مما بتنفع. مثلا الصلاة الإسلامية انت متكتف، حتى الصلاة اليهودية انت متكتف مش عارف تعمل اي حاجة، وتعمل كده الله اكبر وتبدأ تكبيرة الإحرام، ممنوع ان انت تبص غير لموضع السجود بتاعك. تخيل انت بتتعذب، حد في حد بيعذبك في الحقيقه، ممنوع تبص لهنا ولا هنا ولا هنا، انت انفصلت عن العالم، مركز في موضوع السجود. وبتعمل ايه وانت مركز في موضوع السجود؟ بتقول تعالي لي يا بطه وانا مالي هي، وشيلي لي الشنطه وانا مالي هي، الشنطه خفيفه وانا مالي هي، ما فيهاش تعريفه وانا مالي هي. انت عملت ترد حاجات من كتر ما رددتها انت مش فاهم معناها، دماغك مش شغال فيها. انت كل مره في كل ركعه بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. كل ركعة بتعمل كده، فتخيل انت مفروض عليك 5 صلوات في اليوم، كل ركعة في كل صلاة بتعمل كده، في صلاة في النوافل بتعمل كده، تقول نفس الكلام. فهجيب منين انت اللي بيسموه استحضار؟ استحضر معاني، تستحضر ازاي؟ ان لك ان تستحضر المعاني حاجة بتقعد ترددها بالشكل ده، استحالة. انت خلاص انت تلقائيا
بتبدا تردد الكلام ده، انت عايز فرامل علشان خاطر تقدر توقف وانت بتقرا الفاتحه اصلا، محتاج تدوس فرامل عشان انت اصلا لسانك لوحده اساسا شغال لوحده مع نفسه اساسا، مش علاقه بزينك خالص من كتر ما رددتها. تخيل واحد بيردد نص بالكتره دي، اقول له متبرمجه على كده خلاص، ما تكلمنيش على استحضار ولا بتاع لا معاني ولا نهيكم اصلا ان ما حدش فاهم منها حاجه الفاتحه اصلا، يعني نهيك لو حتى مفهومه من كتر الترديد انت اصلا بقيت تقولها بشكل آلي، فما بالك أصلا وهي مش مفهومة الفتحة. الفتحة أصلا لم تكن باللغة العربية، كان نص مكتوب بلغة تانية وإحنا أيفناه عشان يبقى عربي، فتضع مشوه مش مفهوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كوكتيل سلطة، ما انتش فاهم ايه انت عايز ايه، انا مش فاهم منك حاجة، انت عايز مني ايه في الفتحة دي، ايه المطلوب بالظبط، ايه العالمين يعني ايه عالمين؟ احنا نعرف العالم صراحة، نعرف العالم ما نعرفش العالمين دول، نعرف العالم ونعرف العالمين على البحر الابيض المتوسط العالمين، لكن ما نعرفش يعني ايه العالمين. الحمد لله رب العالمين، العالمين ما نعرفهاش. انت لو انت كده تقول رب العالم الرحمن الرحيم، يعني حصل لنا الشرف يعني الرحمن الرحيم، شكرا جميل والله لطيف قوي ان هو يكون الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، اوكي ماشي حلو حلو، الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين في نفس الوقت، اوكي شاطر يعني هو جدع ان هو الرحمن الرحيم وفي نفس الوقت مالك يوم الدين، برافو يعني هنعمل له ايه يعني، هنعمل له مالك شاطر سبحانك انت مالك يوم الدين جدع، برافو عليك لوحدك يعني ولا معاك حد مالك يوم الدين معاك، برافو عليك سبحانك برافو. مش فاهم انا، طب وبعدين يعني اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ايه هو الصراط المستقيم ده؟ صراط الذين انعمت عليهم، مين هم دول؟ غير المغضوب عليهم، ليه مغضوب عليهم اصلا ولا ضالين امين. سوره ملهاش 60 لازمه، فانا بعد اكررها دي الفاتحه، بعد كده بقرا سوره بعديها، وبعد كده اركع الله اكبر واركع، وبعدين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. كل ما تقول سبحان ربي العظيم اكتر كل ما تبقى جدع اكتر، انت ما بتعرفش اصلا هترفع من الركوع امتى من كتر ما انت عايز تبقى جدع، كل عمال تاخد حسنات، انت طول ما انت سبحان ربي العظيم تاخد حسنات، وتقرا في السنه ان محمد كان بيطول في الركوع، فانت قاعد راكع وباصص مكان سجودك مش عارف تبص لليمين ولا شمال ولا تعمل اي حاجه تانية، عمال تقول سبحان ربي العظيم 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 سبحان ربي العظيم، كانه حمام بيزوم سبحان ربي العظيم، وهكذا تفضل على الوضع ده الى ما شاء الله. بعد كده سمع الله من الحمد، نفس الذكر بتقوله كل مره في كل ركعه لازم تقوله، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بين السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من كل شيء، ادنا الله اكبر سبحان ربي الاعلى 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 ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ربي الاعلى. فاحنا كنا بنسرح بقى لساننا شغال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ده بقى رايحه هنا وهناك، والعربيه دلوقتي هتيجي عند الميكانيكي، وبعدين يا رب يكون صلحها بقى مش زي كل مره وترجع تاني مش عارف ايه، والعيال كانت عايزه تروح المدرسه وكانت ام محمد عايزه مني سندوتشات، لسانك شغال لوحده وذهنك مش لاقي حاجه يعملها، متكتف ذهنك مش لاقي حاجه يعملها، فذهنك عمال يتجول في كل حته، وفي الاخر ايه ده انا ده انا بسرح، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، انا سهيت في صلاتي ده انا سايق جدا، يعني انت قاعد سايب اللي في ايدك متعذب ربنا وبتششتم نفسك عمال تلعب في نفسك عشان انت تسرح علشان خاطر الروتين اللي هو بيطلب منك اصلا سخيف، فبتلوم نفسك وتجلد نفسك، تقعد بقى حاسس بالذنب طول الصلاه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خنزب ابن بيوسوس لي، انا دلوقتي ضحيه خنزب، فانت عايز تتعارك مع خنزب ده هو الشيطان بتاع وسوسه الصلاه، وعايز تتدبر في النص وعايز تقول الاذكار بتاعه الصلاه وعايز تطول وعايز تصلي صح وعايز تعمل كل ده، وكل ده لازم تعمله 5 مرات في اليوم، ده غير النوافل، سنن الرواتب واجبه تقريبا عند كتير من العلم بيقول عليها واجبه او درجه قريبه جدا من الوجوب، اللي هي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر و4 ركعات قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر عايش امتى انا؟ فما تقوليش مش هخسر حاجه، لا هتخسر، هتخسر، انت لو مقتنع والله ان في اخره دي حاجه تانية، بس ما تقولي اصلك انا في الدين لاني مش هخسر حاجه كده كده، لا ده انا هقول لك انت هتخسر ايه، لسه بنقول يا هادي، في عندك الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، اذكار النوم، اذكار الجماع، اذكار تخيل انت محتاج تعمل تذكر ربنا في وانت يعني كده يعني فصيل يعني سبحان داخل في كل حاجه، في عندك اذكار دخول الحمام والخروج من الحمام، وانت داخل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وانت خارج من الحمام تقول غفرانك، ذكر الخروج من الحمام كان بالنسبه لي افضل من دخول الحمام، دخول الحمام انت بتستعيذ بالخبث والخبائث عشان ما يشوفوش قصدك يعني عادي مش مشكله الخبث والخبائث، لكن وانت خارج غفرانك، غفرانك ايه يعني؟ بالعكس يعني انا ممكن وانا طالع من الخلاء كل مره اقول له انت ليه بتعمل كده اساسا فيا يعني؟ لماذا خلقتني شخاخا؟ بدل ما بقول له غفرانك كل مره كان انا شخيت في وشه، طب اعمل له ايه طيب؟
مستفز. أذكار إيه تاني؟ فاكرين أذكار إيه؟ أذكار هبوب الريح، أذكار الشمس، أذكار النظر إلى السماء، أذكار الطلوع مطلع، أذكار النزول منزل، أذكار ركوب الدابة، ركوب مش عارف إيه، صلاة الاستخارة. أنا كنت بصلي الاستخارة دي في كل حاجة، والصحابة كان بيقولوا إحنا بنستخير ربنا في كل حاجة. فأنت وقتك ضايع، وبقدر ما أنت بتبتعد عن التزام هذه الأذكار وهذه الحاجات الحبشتكنات، بقدر ما أنت بتشعر بالذنب. شعور بالذنب أيضا من الحاجات التعجزية، الحاجات اللي بتخلي الإنسان أقرب للعجز، ما عندوش حماسة لحاجة، شعر بالذنب، شعور مشتت مش هيخليك تركز في حاجة. ليه؟ حاسس بالذنب. كل ما تيجي تبدع في حاجة تقول مش كان أولى بدل من الهباب اللي أنا بعمله ده أروح أعمل حاجة تانية، أذكر ربنا، أصلي ركعتين، أي حاجة بقى احتل حياتك زي الفيروس تماما. مش كان أولى بدل ما أنا بروح أعمل حاجة. ما عندكش هوايات، ما ينفعش يبقى عندك هوايات. كل ما تيجي تصرف وقتك في الهوايات بتاعتك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني داخل، طب مش كنت أعمل كذا. طبعا في تفاوت ما بين الناس وبين بعضها في الحاجات دي، بس بقدر ما أنت تحاول تطبق دينك وتقرب فعلا من دينك وتحققه، بقدر ما انت حياتك بتبقى فيها اشبه بالعجز. فالدين واحد من اسباب العجز، الدين اعاقه، دي حاجه من الحاجات. برضه الحاجه الثانيه اللي احنا برضه مهمه جدا، ان انت بتعيش دايما متوقع ان في حد معاك يساعدك، هيقف جنبك طول الوقت. انت مسنود، وانت مش مسنود في الحقيقه، مش مسنود. فانت فاكر ان انت مسنود فبتتصرف على اساس ان انت مسنود وانت مش مسنود. فلما تكون انت فاكر ان انت مسنود وتتصرف على اساس ان انت مسنود وانت مش مسنود، هتقع على حنطور رقبتك، وده اللي بيحصل المؤمنين، يطلع من حفرة يعفض حديرة. محبط جدا كمان ان انت تتوقع ان ربنا يساعدك ويدعمك في حاجة، وانت تدعي ان هو يدعمك في حاجة، وفجأة تفاجأ يا اخويا ان هو ما بيدعمكش ولا حاجة، فتحس بالذنب. تخيل، مش تحس بالغضب عليه، لا، تحس بالذنب، لان ما الذي فعلته انا لكي لا يتخلى الله عني؟ عيب فيا، ربنا بيوصل لي رسالة معينة. يا ترى انا عملت ايه؟ سرحت في الصلاة. ونرجع تاني لإيه؟ لموضوع الصلاة. أصلا أنا بسرح في الصلاة. لا، هتخسر كتير. فأنت بتعتمد على حاجة مش موجودة. وفي القرآن مثلا يقولك يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أصنا. فهو الله ينطبق عليه الحكاية دي، هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيء طبقا، يعني صراحة يعني بأمانة. في تفاوت كمان بين الناس في الحكاية دي. في ناس كمان يعني ما بتروحش أصلا تتعالج لما تمرض أساسا، يعني تروح بالذات الأمراض النفسية، يعني في تكروها جن ومس وحاجات من كده، يروحوا للمشعوذين يقعدوا يرقوهم وحاجات من هذا ويدعوا ربنا. فالحكاية الاعتماد على الله ده بيخليك تهمل حياتك وتهمل الحاجات الحاجات اللي تلجأ ليها في الطبيعة. من المشاكل اللي في الأديان الإبراهيمية مثلا فكرة حصر الجنس فقط في إطار الزواج، بيسموا العلاقات والممارسة الحب زنا ونجاسة، سموها نجاسة. يعني أنت بتعرفش تحديدا ليه الجنس عيب أو نجاسة، تفهمش ليه. يعني قولوا لنا إيه العيب في الجنس؟ لما هي نجاسة بتتجوزوا ليه أصلا وبتخلفوا ليه؟ يعني إحنا أولاد عملية نكسة اللي هي ممارسة الجنس، نجاسة وعيب. ويقولك الحياء، حياء إيه؟ حياء ليه؟ يعني دلوقتي أنت مثلا لما بتيجي تستمتع بأكل حلوة بتستحي وأنت بتعملها. الجنس دي حاجة إنسانية جميلة يعني. قالك لازم تبقى داخل العلاقة الزوجية. قوانين الزواج وتشريعاته وأعرافه كلها يعني مليانة بالحاجات السخيفة بصراحة. عندنا مثلا في الإسلام حاجة اسمها المهر، يعني أنت تدفع مال للمرأة التي تتزوج، حين أن الزواج مفروض يكون عملية نزيهة بعيدة منزهة عن الفلوس، العلاقات عموما يعني. لماذا لا يسمح أصلا بالجنس خارج الزواج أساسا؟ اللي عايز يتجوز يتجوز، لكن الجنس حاجة تانية. دين أم السرير القاعدة ده يكفي اتنين، ودين أم السرير العزباء ده يكفي اتنين. البنت دي مش عارفة تنام عشان ما عندهاش حبيب، والواد ده مش عارف ينام عشان ما عندهوش حبيب، أو المرأة اللي ما عندهاش شريك، في فرق كبير. فمش لازم نحط بقى الزواج وقوانين معينه ونستنى ويكون نفسه ويهبب الدنيا وكل ده ويعيش حياته كلها في كبت عشان يتجوز شويه وبعدين يطلق. يعني هيفشل الجواز بالشكل ده، صدقوني هيفشل. كنت معايا عايشه بتتجوز بالطريقه دي هتفشل. الزواج ده اصلا كان المفروض ان هو يحصل ما بين اتنين فعلا قرروا ان هما بيتنفسوا بعض ومش هيقدروا يعيشوا من غير بعض اساسا. يعني هنخسر ان الدين افسد العلاقه بين الجنسين وخلانا عايشين في كبت جنسي حقيقه. فاي حد اهم الخسائر اللي بنخسرها لما نستمر على هذا الدين هو الكبت الجنسي.